السلام عليكم يا شباب، ان شاء الله يكون الكل بخير. هندخل في الموضوع على طول. فيروس كورونا وكتير زيه من الفيروسات، فيروس وقائي بيعتمد في الاساس او للوقاية منه بيعتمد في الاساس على نسبة المناعة عندك في جسمك. جميل. من ضمن الحاجات اللي بتقوي المناعة، او خلينا نقول من ضمن الحاجات اللي بتضعف المناعة، هو اتباع نظام او حمية قليلة السعرات الحرارية جدا. الناس اللي بتتبع أنظمة دايت أقل من البي ام ار بتاعها، معدل الاستقلاب بتاعها، أو بالبلدي كده وببساطة سعرات حرارية قليلة قوي، جسمك وجهازك المناعي بيبقى ضعيف. جسمك ما بيقدرش يقاوم المرض العادي اللي هو دور برد. لو جالك هيبهدلك، دور كحة جالك هيبهدلك. فخلاص احنا مش في ظروف دلوقتي، او مش وقت دلوقتي خلاص ان انا لازم اقلل سعراتي قوي وان انا اضعف جهاز المناعي، لا. خصوصا الفترة اللي احنا فيها دي، السلاح الاول والاهم بعد الوقاية وسبل السلامة هو جهازك المناعي. لازم تقوي جهازك المناعي. فيتامين سي يوميا مهم جدا، التوم بيقوي الجهاز المناعي كويس قوي، العسل النحل كويس جدا. ان شاء الله هعمل لكم حلقة كاملة، بس انا مش عايز اطول في الحلقة دي النهاردة. رسالتي بس، بلاش يا جماعة خلال الفترة دي بالذات ان انتوا تتبعوا انظمة دايت قليلة السعرات الحرارية، وتحديدا اقل من احتياج جسمك البي ام ار اللي هو معدل الحرق بتاعك وانت قاعد وانت ما بتبذلش اي مجهود. في ناس مفاجأة اللي هي بتتبع انظمة دايت 1300 سعر حراري و1200، في حاجات اتكلمنا فيها زي البي اس ام اف، لازم ان انت سعراتك تبقى قليلة جدا، ولكن ده مش وقته. الفترة اللي احنا فيها دي مش وقتها، خصوصا لو انت مش بتحضر لبطولة، لو انت ما عندكش حاجة طارئة جدا تخليك ان انت تتبع اسلوب دايت بالشكل ده. جماعة اهتموا بجهازكم المناعي، ده السلاح الاهم والاقوى لتصدي الفيروس كورونا ولاي فيروس تاني، لاي فيروس تاني. لازم جهازك المناعي يكون قوي، وتتجنب انظمة الدايت قليلة السعرات. دي كانت رسالة سريعة. اتمنى لو انت مهتم بفكرة الدايت وعندك غيرك مهتم بفكرة الدايت كمان وانظمة السعرات الحرارية والكلام ده كله، ان انت شير لي الفيديو دوت عشان خاطر يخلي باله. اشوفكم ان شاء الله على خير. السلام عليكم.